نولد وشخصياتنا في حالتها الخام، راضين بالأشياء الأساسية في الحياة كالحب والأمان والمسكن والغذاء، ونكبر ونبدأ نتعلم بتقليد الكبار حولنا، وشوي شوي نبدأ ننتقي أشياء خاصة فينا إحنا، يعني أطباع، مهارات، أساليب كلام وعمل، ونبدأ هذه الرحلة الطويلة المسماة إبداع. إحنا في أصلنا مبدعين، لكن قوانين المجتمع تبدأ بإعادة تشكيلنا في أحيان كثيرة علشان نشبه الآخرين، لكي نكون مجرد قطعة أخرى في منظومة الحياة. بعض قوانين المجتمع أو أدبياته إن صح التعبير تخلي شخصيات أفراد متشابهة نسخ مكررة من بعضها البعض، تبحث عن التميز في رقم لوحة سيارة أو رقم تلفون أو ساعة أو شنطة أو حذاء. طبعا أنا مو بجالس أقول هذه الأشياء صح أو خطأ، بس جالس أتساءل ماذا فعلت هذه الأشياء بعقليتنا، بشخصية المجتمع، بهوية الفرد فيه. يقول إدوارد سعيد: الثقافة هي الإنتاج الفكري للشعوب. يعني اليوم إحنا نقدر إن إحنا ننافس المجتمعات الأخرى بالبنية التحتية المتقدمة، بالخدمات الحكومية، لأن والحمد لله وصلنا إلى مراحل متقدمة، لكن هل نقدر نتنافس معهم اليوم في الرعاية الصحية، في التعليم، أو في الأعمال الأدبية والفنية؟ سمعنا وايد عن 2% اللي يقودون التغيير في أي مجتمع. ساعات أحس أن هالفكرة استوت مثل الأسطورة، يقولون ترى فقط 2% اللي يغيرون مجتمعات. لا والله، طيب شو ذنبي لو كنت من ضمن 98 الآخرين؟ هل هذا يقلل من قيمتي؟ وهل هذا يعني أني أنا ما عندي استطاعة أن أكون متميز؟ ننسى وايد أن كل واحد فينا فيه شيء مميز، قد ما تكون من 2% العباقرة اللي يقدرون يحلون معضلات علمية وأزمات اقتصادية، لكنك تقدر تكون مميز في قراءاتك، في إخلاصك في عملك، في عمل تطوعي تقوم فيه كل أسبوع. يركز الإعلام على أنواع قليلة من المتميزين، اللي يعني ممكن نسميهم متميزين لأسباب مختلفة، أهمها المال أو فضائح تثير الرأي العام. يعني مثلا نسمع عن عرضات أزياء لا قدمن ولا أخرن شيء في المجتمع، لكن الإعلام يبرزهم على الصفحات الرئيسة ويتابعهم الناس باستمرار في السوشيال ميديا والمجلات والتلفزيون وفي كل مكان. لذلك نحتاج اليوم إلى إعادة تعريف مصطلح التميز، لأنه صار هلامي وسايح. يعني هل التميز هو الظهور والشهرة أم التأثير؟ ولو قلنا التأثير، فهل هو تأثير والسلام ولا تأثير إيجابي؟ أنا شخصياً أعتقد أن التميز هو أن الإنسان يكون قادر على تحقيق أثر إيجابي في مجال معين، وكلما اتسع نطاق التأثير كان التميز أكبر. لاحظوا أن المسوقين يعتمدون على حاجة الإنسان للبروز، فيغرون بشراء منتجاتهم بربطها بمشاهير وجوههم مألوفة عندنا وأحياناً محبوبة، فشو اللي يصير؟ نسوي مثلهم. حد بيقول لا 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 مستحيل أنا ما أقلد حد. صدقني وصدقيني، لو راجعتوا مقتنياتكم المهمة في البيت بتكتشفون بأن كثير منها اشتريتوا لأن حد مدحها أمامكم، ولو اتبعتوا سلسلة التأثير بتلقون بأن فيه شخص أو أكثر في هالسلسلة تأثر بمشهور واقتنى تلك السلعة. التقليد مش عيب، التقليد أبدا مش عيب ولا غلط، لكنه ببساطة ما يصنع تميز. طيب حد بيقول شو المشكلة؟ شو الضرر من هذا التقليد؟ والجواب هو أن التقليد يصيرنا نسخ متشابهة. إذا هي يعني تلبس الماركة الفلانية أنا بعد بلبس مثلها، إذا هذا النوع من السيارات هو المرغوب والمنتشر في المجتمع أنا بعد أشتري هالسيارة. كم مرة شفتوا هالمشهد؟ بيت صغير وقديم وتوقف أمامه أفخم أنواع السيارات. ليش؟ يعني سكان البيت يهمهم أنهم يمشون مع نمط المجتمع، يكونون عند توقعات أفراده بشراء هالسيارات أكثر من اهتمامهم بوضع هذه الأموال في شراء أو بناء بيت أكبر وأكثر راحة. كم وحدة شال شنطة بآلاف الدراهم وداخلها ما فيها 1000 درهم؟ كم وحدة تنفق نصف راتبها أو حتى أكثر على شراء ساعات أو أحذية أو شنط رغم أنها ليست من أسرة غنية؟ تعرفون ليش كل هذا؟ لأن قاعدين نتحول إلى نسخ متشابهة دون أن نشعر. هل صارت لك مرة أنك عيبك شيء لكنك ترددت في شرائه
لأنك خفت تكون مختلف فتنهال عليك عبارات الاستهزاء والتهكم، على الرغم من أنك مقتنع بجمال هذا الشيء وأهميته لك، ودك تاخذه في خاطرك، لكنك تقول يا أخي الناس بيقولون عني ولد فقر، عنقاش، ما عندي ذوق، مو بعلى الموضة، فتضطر أنك تروح لنفس المحلات اللي يروحوا لها الشباب، وتجلس في نفس المقاهي، وتشرب نفس القهوة اللي الناس تشربها، والبنت تتمنى تروح لندن كل سنة لأكثر من 10 سنوات، ليش؟ علشان تشتري من نفس المحلات، وتشرب من نفس الهوت شوكولات، وتصور الصور نفسها اللي في الهايد بارك ولندن آي وغيرها. شوفوا انستغرام بعد الصيف، الله يخليكم شوفوا، وبتلقون أن معظم الصور في نفس الأماكن، نفس البرجر، نفس العصير، نفس الحلويات، الكل يصورها ويحطها في انستغرام لكن من زاوية ثانية. هذا اللي نتكلم عنه، هذه النسخ المتشابهة والمملة جدا اللي تقتل الإبداع والتميز. التقليد أداة مهمة للتعلم للصغار والكبار في بداية كل أمر، من المشي لين الرسم والغناء والكتابة وغيرها. التقليد بذاته مش عيب بل مطلوب، إذا شفنا مثلا خدمة ممتازة في مطعم وحبينا نحن ننقلها إلى مطعمنا، أو في طريقة تسويق بضاعة معينة وحبينا نسوي مثلهم. تقليد الأشياء الحلوة والجميلة والإيجابية شيء رائع، لكن مهم أن الإنسان يبدأ هو بنفسه يطور من عمله وخدماته وأسلوب حياته، هو يكون مميز ومبدع في ألفاظه ولبسه وتعامله مع الناس. مرة في كتابي بيكاسو وستاربكس كتبت أني ما أؤمن بالأمثال كثيرا، تعرفون ليش؟ لأنها تجعلنا نسخ مكررة وكئيبة في كثير من الأحيان. من أغرب قصص التميز هي قصة تانية هد. تانية هذه كانت من الناس أو المجموعة اللي نجت من أحداث 11 سبتمبر، فبعد ما نجت اهتم فيها الإعلام جدا، وكانت تروي للناس مأساة الحادث وكيف الجثث هاي اللي كانت محترقة وكيف خطيبها مات في الحادث وكيف يديها احترقت، ويعني كان وصف عجيب لكل تفاصيل المأساة هذه. وبعدين المجموعة الناجية سووا سبورت جروب أو مجموعة دعم يساعدون فيها الناس اللي فقدوا أحبابهم في ذلك الحادث أنهم يتخطون هذه المأساة، يعني عن طريق الجلوس معاهم والحوار وكذا. لكن مع الوقت ومع اهتمام الإعلام والناس وحواراتها اكتشفوا أن تانية هذه ما دخلت نيويورك إلا بعد 2 سنين من حادث البرجين. ليش طيب؟ لأن تانية كانت تحاول أنها تكون جزء من منظومة أخرى، من منظومة هي ما تنتمي إلها، لكن كانت تبغى تكون محط اهتمام بالتزييف. أنا أعتقد بأنه من مأساة الحياة لما يكون الإنسان جزء من حلم إنسان آخر. المجتمع ما يحتاج نوع واحد من الناس، لا يمكن للمجتمع أن يستمر لو مثلا كل أفراده صاروا أطباء. ابحث عن الأشياء اللي تحبها، ثابر وكافح علشان مش فقط تتعلمها بل أيضا علشان تكون مميز فيها، لأنك لما تحاول ترضي الناس هذا الشيء بيخليك تستنزف حياتك، وفي النهاية لا المجتمع بيرضى عنك ولا أنت بتكون راضي عن نفسك. قد يكون صعب أنك أنت ما تسوق السيارة اللي المجتمع يقبلها، قد يكون صعب أنك ما تلبسين أغلى شنطة، بس الأصعب أنك تسوق وأنك تلبسين وفي داخلكم ما تحسون بالمتعة. شو المشكلة أنك تكون مختلف عن البقية؟ شو المشكلة أنك تسوي الأشياء اللي تحبها طالما أنها ما تضر الناس ولا تضر نفسك؟ هل فكرتوا مرة ليش تسافرون لنفس المدينة؟ هل فكرتوا إيش كثر يفوتكم في حياتكم لما تسيرون نفس المكان كل سنة؟ هل فكرتوا أنكم تعلمون أطفالكم مثلا اللغة الصينية أو الأسبانية؟ ليش دائما ندخل نفس التخصصات الجامعية ونسمع كلمة يا رجال شو تبغى بالتخصص هذا؟ منو بيوظفك؟ يمكن الوظيفة مش همه، بس همه أن يحقق حلمه، وحلمه أن مثلا يكون بيطري يهتم بالحيوانات، أو مهندس زراعي يقضي يومه كله في الطبيعة. خلوا الناس تحقق أحلامها، وبسنا من بكالوريوس الإدارة والإعلام، وبسنا من الهندسة والقانون، أدرسوا أشياء تحبونها، أشياء تشعركم بالسعادة يوم تقومون من النوم كل يوم. بيتكلمون عنك أدري، لكن مجتمعاتنا ذاكرتها أقصر مما تظن. منو يتكلم اليوم عن تسونامي اللي ضرب شرق آسيا؟ ما حد. الناس تنسى، وحتى لو انتقدوك في البداية راح ينسون مع الوقت، ما
وتتفاجأ بأن حد من الناس اللي كان ينتقدك بدأ يقلدك. ليش؟ لأنك قدمت شيء مميز في حياتك. إبداعك هو هويتك الحقيقية. مشكلة التقليد هي لما يغيب جوهر الإنسان ويصبح نسخة، مثل نيجاتيف الأفلام من زمان، مجرد انعكاس لصور الآخرين. أخطر شيء في بناء الشخصية هو إنكار الذات والتنكر لما نحبه ونريده، وبالتالي الهروب ممن نريد أن نكون حقا. التميز الحقيقي هو قدرتك على الاستمرار في تحقيق ذاتك التي تحبها وتؤمن بها. مع السلامة. أنا المسافر والأحلام تحملني، القلب بوصلتي والعقل مصباحي، الأرض بيتي وكل الناس عائلتي، بالحب أوصل أرواحا بأرواح. ما قل من كلماتي دل من عملي، وكل تجربة جسر لإنجاحي. آمنت باليسر بعد العسر في ثقة بمن يحول أحزاني لأفراحي. سيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاحي. سيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاحي.